المستشفى يلا اهدي بقى ما توترينيش شيلي مش هتموت يا دكتورة خلاص الله يعني بالك يا شيخة دكتورة راجع ايه اللي جابك هنا؟ انا مش مصدق يا دكتورة مش مصدق ان واحدة زيك تحط نفسها في موقف زي ده معقولة؟ واحدة في وضعك ومكانتك تحط نفسها في موضع شبهات زي ما عملت النهاردة يا فندم صدقني انا ما فكرتش في اي حاجة غير ان انا انقذ روح ما فكرتش في اي حاجة تانية طالما المسألة بقى خرجت بره العيادة او المستشفى يبقى ملكش صالح بيها خالص ده يبقى من اختصاص بقى الاسعاف او البوليس لكن انت بقى تحط نفسك تحت المساءلة القانونية ليه؟ معلش يا فندم بس انا عايز اوضح نقطة بحكم الجيرة اللي موجودة بيني وبين دكتورة راجية يعني انا عايز اوضح ان هي عندها مسألة الانسانيات دي عالية حبتين طبعا انا مش ببرر وبقول اللي حصل النهاردة ده صح لا ده لولا اعتراف المريضة اللي عندها باللي حصل كان زمان حطت نفسها في 100 مشكلة بجد طب يا فندم انا الحقيقة اللي واجهني اكتر حاجة دلوقتي ان انا وعدتها انها لا هتتأذي ولا هيتقبض عليها برضه مش شغلتك ما توعديش حد بحاجة مش في ايدك صح يا فندم صح عند حضرتك حق انا اسفة طب بالنسبة لرشا لحقتها ولا لا مش بقول لحضرتك مسألة الانسانيات عندها اوفر حبتين يا ستي رشا لحقناها وهنوديها مركز لعلاج الادمان وهتبقى زي الفل ان شاء الله تمام الحمد لله زي الفل طيب فندم بالنسبة لفاطيمة مفيش فاطيمة فندم على فكرة اتفضلي يا راجل اتفضلي يلا يا راجل اتفضلي معلش يا فندم احنا اسفين جدا اتفضل اتفضلي عن اذنك اتفضلي يا فندم اتفضلي لا يا دكتور راجل اللي انت عملتيه ده كنت هتودي نفسي في 60 ده ربنا بس اللي استرها معاكي الحمد لله جت سليمة ميرسي قوي يا حسام على اللي عملته معايا ميرسي على ايه بس يا دكتورة احنا جايين ايه اللي انت بتقوليه ده هتسيبيني يا دكتورة انت مش وعدتيني مش هتسيبيني هتسيبيني يحبسوني خدها يا ابني من هنا خدها من هنا ثانيه واحده يا حسام عشان خاطر ثانيه واحده ما تخافيش يا فاطمه ما تخافيش انا مش ممكن هتخلى عنك انا هوكلك اكبر محامي توكلي لي هو مش جوز حضرتك محامي كبير برضو